مرحبا، اليوم رح تكون وصفتنا إن شاء الله لحمة بعجين، بس بطريقة تانية أسهل بكتير. اللي حنستخدم بدل العجين خبز التورتيلا، وحتعجبكم كتير الوصفة إن شاء الله، لازم تجربوها كتير طيبة. رح نحتاج لهذه الوصفة 1/2 كيلو لحمة مفرومة، ورح نضيف عليها حبة من البندورة الناعم، وبدنا نضيف كمان حبة بصل مفروم ناعم، وبالإضافة إلى رأس ثوم برضه مفروم جدا ناعم. وهلأ رح نضيف ضمة من البقدونس المفروم ناعم، ورح نضيف هلأ كمان 3 معالق من اللبن الزبادي، وهلأ رح نضيف حبة من الفلافل الحلوة مفروم برضه ناعم. هلأ رح نضيف دبس الرمان تقريبا 2 معلقة كبار، وحنضيف 3 معالق برضو من الطحينية 3 معالق كبار. وحنضيف كمان 1/2 فنجان زيت نباتي. هلأ رح نضيف الملح والتوابل، بودرة ثوم وبابريكا. هلأ حنخلطهم كتير منيح، وهيك صار شكلهم بعد ما خلطناهم كتير كويس. وهلأ حنفردهم على خبز التورتيلا، وهلأ مدينا العجين على خبز التورتيلا، رح نكفي باقي الخلطة على باقي الخبز وبنرجع لكم. وهيك بعد ما خلصنا باقي الكمية على باقي الخبز، هلأ وقت انه نحطهم بالفرن من فوق على درجة حرارة 190 لمدة 5 دقايق 7 دقايق بالكتير. وصحتين وألف عافية، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. ما تنسوا الاشتراك بالقناة مع لايك وشير. شكرا لكم.